مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنخصصها لمتابعة الملف الاقتصادي على ضوء مطالب الحكومة بوقف تعامل المؤسسات المالية الدولية مع البنك المركزي في صنعاء. بعد قرابة عامين من الحرب أصبحت المؤسسات المالية على وشك الانهيار بالتزامن مع حالة الانهيار الشامل الذي يعانيه الاقتصاد جراء الحرب وتصرفات الميليشيا، وهو ما دفع الحكومة إلى إرسال مذكرة رسمية إلى المؤسسات المالية الدولية بوقف التعامل مع البنك المركزي الخاضع لسلطة الميليشيا في صنعاء. هذا الإجراء الذي يراه البعض قد تأخر كثيراً لا يزال محل جدال حول مدى جدواه في هذا التوقيت، وهل ستستجيب له هذه المؤسسات، وخصوصا وأنها من فرضت ما سمي بالهدنة الاقتصادية أو الحياد الاقتصادي في وقت سابق. في هذه الحلقة سنناقش جدوى هذه الخطوة وكيف ستتصرف الحكومة في حالتي رفض طلبها أو قبوله من قبل المؤسسات الدولية، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير للزميل كمال حيدر. الاقتصاد اليمني الذي يترنح منذ أكثر من عام يسير بشكل حثيث نحو الانهيار الشامل، وبعد ان استنزفت سلطة الميليشيا الحاكمة في صنعاء الاحتياطي النقدي، أصبح البنك المركزي مهددا بتوقف عملياته والعجز عن دفع رواتب الموظفين بعد ان استنفت كل أدواته والسياسات النقدية الترقيعية التي ساعدته على ذلك حتى اللحظة. الحكومة التي التزمت بما سمي هدنة اقتصادية باتت تميل لمراجعة تلك السياسة، وتؤكد أن البنك المركزي أصبح متورطا مع الميليشيا في الكارثة الاقتصادية القائمة بعدم التزامه بسياسة الحياد الاقتصادية المقرة من قبل القوى الدولية وخضوعه بشكل كامل لإرادة الميليشيا، ولذلك تسعى نحو استعادته أو على الأقل إبعاده عن سيطرة الميليشيا، لما من شأنه أن يساعد في مواجهة مخاطر الانهيار الاقتصادي الذي بات وشيكا إن لم يكن قد وقع فعلا. في تقرير لمجلس الوزراء أكد وزير المالية ضلوع البنك المركزي فيما وصفها بالممارسات الانقلابية خارج التفاهمات المعقودة بين السلطة الشرعية وسلطة الانقلاب بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية أصرت على بقاء البنك المركزي في العاصمة وعدم نقل صلاحياته إلى أي مدينة أخرى. مصادر حكومية أكدت أن الحكومة طلبت من مؤسسات مالية دولية وعربية وقف التعامل مع البنك المركزي اليمني، مع التأكيد على أن الخطط لا تسعى لنقل البنك من صنعاء، وأن الطلب الحكومي بوقف التعامل معه مؤقت ويهدف إلى وقف استنزاف الميليشيا للاحتياطي الأجنبي، وهو ما أكدته رسالة رئيس الوزراء لصندوق النقد الدولي، والتي تطالب بوقف التعامل مع البنك المركزي في صنعاء وعدم السماح له بالسحب من الاحتياطي النقدي الخارجي. نبدأ مناقشة موضوع هذه الحلقة مع ضيفنا من الرياض عضو الهيئة الاقتصادية العليا الدكتور محمد حسين حلبوب. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا بكم. دكتور محمد، مبررات الحكومة عندما طالبت بوقف التعامل مع البنك المركزي ربما الأبرز فيها هو وقف حالة الانهيار التي يعانيها الاقتصاد اليمني حاليا، ماذا أيضا عن المبررات الأخرى، ولماذا في هذا التوقيت الآن جاءت هذه المطالبة؟ هذه القرار أو المطالبة التي أقدمت عليها الحكومة هي خطوة صحيحة، جاءت متأخرة كثيرا، ولكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، والهدف منها هو يعني سحب الصلاحيات التي يستخدمها الحفاظ في الاستيلاء على المال العام واستخدامها في المجهود الحربي. يعني المجهود الحربي الآن يتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع التي تسحب 25 مليار ريال شهريا، وأيضا من ميزانية وزارة الداخلية التي يتم سحب 12 مليار ريال شهريا أيضا. طيب الخطوة هذه جاءت متأخرة، ما الذي كان يمنع الحكومة من الإقدام على هكذا خطوة من قبل؟ يعني كما تعلمون كنا من أوائل من طالب مثل هذه الخطوة منذ فترة طويلة، ولكن هناك كانت ضغوطات شديدة من المجتمع الدولي وبالذات من السفير الأمريكي وكذلك من ممثلة الاتحاد الأوروبي، وأيضا ترى أنه إيقاف الإيرادات ونقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن سوف يكون له آثار سلبية على
الموظفين وبالتالي على الاقتصاد وبالتالي على المجتمع. طيب ألا يعني أيضا الوقف ضد قرار النقل أو هكذا مواقف دولية منعت نقل البنك المركزي والإيرادات إلى عدن، ألا يعني عدم أو وجود عدم ثقة بحكومة الرئيس هادي من قبل المجتمع الدولي وتحديدا المؤسسة الدولية؟ طبعا هذه الإدراك له تأثير سلبي للغاية، بحيث أنه منع البدء بإعادة إعمار عدن، منع البدء بتشغيل الجهاز الإداري من عدن، وبالتالي كان له آثار سلبية. كان يفترض أن يتم تلافيها منذ فترة طويلة بنقل البنك المركزي وبإيقاف الإيرادات على الاستثمارات للمجهود الحربي، ولكن كان في ضغوطات شديدة، وكان الأمل أن يتم حل هذه الأزمة من خلال المشاورات، ولكن بعد أن اتضح بأن المشاورات لن تؤدي إلى ذلك، وأن الطرف الآخر ليس مع السلام، وأنه فقط يريد كسب الوقت وشرحنة الانتلاف، فإنه طبعا المجتمع الدولي يعطي طول أكبر للحكومة باستخدام مثل هذه الإجراء. طيب هناك من يربط حاليا الآن بهذه المطالبة من قبل حكومة بن دغر للمؤسسات الدولية النقدية بتجميد حسابات البنك المركزي في الخارج أنها تأتي ضمن أوراق الصراع المستخدمة حاليا بعد فشل مشاورات الكويت، إلى أي حد تتفق مع هذا الطرح الذي يربط بأن هذه الورقة أو الورقة الاقتصادية هي الآن تستخدم ضمن أوراق عديدة ربما؟ الضغوطات الاقتصادية الأخيرة هي نوع من أنواع سحب البساط من تحت أقدام الانقلابيين، وهذا يؤدي إلى تقليص قدراتهم في المجال العسكري، وبالتالي يؤدي إلى الإسراع في حسم المعركة إن شاء الله. طيب توقيت المطالبة الآن من قبل حكومة بن دغر، هل تعني أن هناك بعض المؤشرات ربما من قبل المؤسسات الدولية أنها ستستجيب لهذا الطلب أم ربما يرفض؟ المؤسسات الدولية لا تستطيع أن ترفض أي قرار يتخذه السلطة الشرعية الرسمية التي تمثل اليمن والمعترف بها من المجتمع الدولي ورسميا من قبل الامن ومن قبل الامم المتحده. المجتمع الدولي هو بالذات المؤسسات الماليه هي مؤسسات تعتمد على الدوله المعترف بها من المجتمع الدولي، لكن هناك عرف دكتور محمد وسيكون هناك مخالفه اذا قامت بالامتناع. دكتور محمد يبدو من حديثك أنك متفائل أنه ستتم الاستجابة لطلب الحكومة، لكن هناك ربما عرف لدى المؤسسات الدولية وتحديدا النقدية أن لا لأي سلطة تنفيذية ربما حق التحكم في المؤسسات المالية داخل أي بلد، وبالتالي هناك ضغوط أيضا أو ضمن الضغوط التي مورست أن هذه المؤسسات المالية داخليا لابد أن تعمل بشكل مستقل، وبالتالي لا السلطة التنفيذية لا تستطيع التحكم بمقدرات واحتياطيات هذه المؤسسات النقدية المحلية. السلطة التنفيذية هي المسؤولية المباشرة، وهي التي تستطيع أن تسحب أو تضع باعتبار أن هذه الأموال هي أموال الدولة، وبالتالي فإن السلطة المنتخبة الشرعية هي التي تستطيع أن تتعامل مع هذه الأموال، ولا يوجد يعني حديث حول أنه السلطات المالية لها استقلالية كاملة وأنها خارج نطاق السيطرة من الدولة. هذا هي وهم كان يعتقده البعض، لكن هذه الحقيقة القانونية هي أن السلطات التنفيذية الممثلة بالسلطة الشرعية ممثلة برئاسة الدولة ممثلة برئاسة الوزراء هي من يحق لها إيقاف تحويل الأموال أو التعامل معها، وكان هذا ما تم في اليمن هو بسبب الهدنة الاقتصادية التي كانت نوع من أنواع الخطأ التي تم تلافيها الآن، وكانت فقط لأسباب عاطفية غير مبررة من وجهة نظري. طيب في حال تم رفض الطلب، ما هي خيارات الحكومة للتعامل مع هذا الموضوع وأيضا مواجهة مخاطر الانهيار الاقتصادي؟ لأن هناك بعض الاتهامات من قبل البعض لحكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي أنها تتحمل جزء من المسؤولية إلى جانب الانقلابيين الذين أهدروا المال العام، بأنها لم تدرك حجم المخاطر منذ البداية وكانت في غفلة.
النصوص انها كانت في غفله اتفق معكم، ولكن هناك معالجات وهناك اجراءات يتم عملها كثير بشكل متسارع، من ضمنها نقل طلائع الاجراءات، نقل البنك المركزي الى عدن، من ضمنها فصل اقتصاد المناطق المحرره عن اقتصاد المناطق الخضراء للانقلابيين، وهذه الاجراءات سوف تجعل من سوف تحس من اي اثار سلبيه للازمه على الاقتصاد اليمني وبالذات على المجتمع اليمني. أشكرك جزيلا دكتور محمد حسين حلبوب عضو الهيئة الاقتصادية العليا على هذه المشاركة معنا في زوايا الحدث. نذهب إلى الدكتور أو أستاذ الاقتصاد دكتور سليمان الناصر، ينضم إلينا الآن من كوالالمبور في ماليزيا. أهلا بك دكتور سليمان. أهلا ومرحبا بك سيدي. دكتور سليمان، بعد عامين من الحرب أين يقف الاقتصاد اليمني؟ يقف الاقتصاد اليمني على 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 شفا وضع منهار جدا، على ما نستطيع ان نقوله هو امتداد لما قلناه سابقا في مقابلات على قناة بلقيس، ان هناك الكثير من الصعوبات ناتجه عن عدم استقرار الوضع السياسي في البلد. هناك تقارير كثيره نعتمد عليها، وهي تقارير منظمات دوليه تتحدث عن زيادة العجز الشهري للالتزامات الحتمية حيث يبلغ مقداره قرابة 110 مليارات ريال، أي 404 مليون دولار. هذه الالتزامات تمثل الفرق بين المرتبات والأجور ونفقات الحد الأدنى للخدمات الأساسية. هناك خدمات أساسية يجب أن يتم الصرف عليها، لا أعتقد أنهم سيستطيعون أن يمولوا هذه الخدمات مثل التعليم والصحة والأمن. تقديرياً طيب لو بشكل سريع دكتور سليمان بشكل سريع 30 مليار ريال شهرياً. طيب دكتور سليمان، حتى لو يكون حديثنا بشكل عام سابقاً في المقابلة الأولى دكتور سليمان تسمعني؟ نعم تفضل. نعم، حتى لا نتحدث بشكل عام، يعني هو ربما موضوع مهم للناس، نتحدث عن انهيار اقتصادي وشيك، ما أبرز ملامح هذا الانهيار فيما يخص المواطن؟ بما يخص المواطن او بما يخص السياسات التي تتخذها سلطه الامر الواقع في صنعاء. هناك فيما يخص المواطن، المواطن يتاثر كثيرا من حيث نقص، يعني نقص في 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 فرص 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 العمل، التضخم يزداد، اسعار السلع تزداد. هناك أشياء لا نعرف أرقام أساسية عنها، ولكننا نتحدث عن أن بعض المواطنين سيتأثرون، ربما لا يستطيعون الحصول على أجورهم لفترة ستبدأ الآن في فترة معينة. في مؤسسات الدولة يوجد عدد العاملين الآن موجودين حوالي 1.1 مليون موظف. نحن نتحدث على وضع بشكل عام يتأثر به المواطن نتاجا إلى عدم الاستقرار السياسي الناتج لما تقوم به سلطة الأمر الواقع في صنعاء. طيب دكتور سليمان، فيما يخص مطالبة دكتور سليمان فيما يخص تفضل تفضل. نعم، فيما يخص مطالبة حكومة بن دغ للمؤسسات الدولية النقدية بتجميد حسابات البنك المركزي في الخارج، كيف تنظر لهذه الخطوة وأيضا في هذا التوقيت؟ لهذه الخطوات، هذه الخطوه تحدثنا عنها سابقا، هي مقدمه ربما لسحب البساط من البنك المركزي في صنعاء ونقله الى عدن. لا اعلم الى حد الان ما هي التفاهمات التي تمت بين البنك المركزي او مجملا بين التحالف وسلطه الامر الواقع او الوضع او الحكومه الشرعيه، والتي جعلتهم يفعلون ذلك الآن ولا يفعلوه سابقا. سيكون لذلك تأثير طبعا، ولكن على المواطنين هناك حديث عن ضغوط لها تأثير أكبر. المواطن طيب هناك سيتأثر بذلك في هذه الخطوة، خصوصا الذين يستلمون مستحقاتهم في الخارج من الدولة كالطلبة المبتعثين. دكتور سليمان، الحديث في الدولة عن وأيضا سيكون لها تأثير دكتور سليمان ربما غير عادي على العاملين موظفي الحكومة العاملين في صنعاء. دكتور سليمان، كان هناك حديث عن ضغوط مورست من قبل المؤسسات الدولية منعت نقل البنك المركزي إلى عدن، الآن هل تعتقد نعم أن الظروف مهيئة للاستجابة لهذه الخطوة؟ ولكن نريد أن نعرف ما هي حيثيات هذه الضغوط. نريد نحن كمراقبين اقتصاديين نريد أن نعرف ما هي نوعية ولماذا هذه الضغوط التي تتم ومن من تتم.
طيب يعني استاذنك بالبقاء معنا دكتور سليمان، ساذهب الى الصحفي الاقتصادي عبد الله تقي ينضم الينا من صنعاء. لا ندري الى الان ما هي التفاهمات التي تمت وكيف تم اقرار ذلك الوصول. استاذنك بالبقاء معنا دكتور سليمان، ارحب بالصحفي الاقتصادي عبد الله تقي من صنعاء. اهلا بك استاذ عبد الله. اهلا بكم حياكم الله. استاذ عبد الله، من ملامح الانهيار الحاصل في الوضع الاقتصادي يقال ان البنك المركزي ربما سيكون غير قادر على دفع رواتب الموظفين في خلال اشهر قليله قادمه، ما دقه مثل هكذا حديث؟ طبعا هذا الكلام يدور على مستوى واسع. الماليه العامه للحكومه اليمنيه تعاني كثيرا من الضعف المالي والنقدي. معظم الأموال التي تم ضخها في الأيام الأخيرة كانت عبارة عن مبالغ مديونية خاصة بالبنك المركزي، استدانتها الحكومة من البنك المركزي ليضخها في هيئة مرتبات خلال الأيام الأخيرة. أيضا هنالك عزوف عن من البنوك التجارية في المساهمة دون الخزانة خلال العام الجاري، والأذون هذه أو مساهمة البنوك التجارية تشكل 80% من الأذون الخزانة الموجودة في البنك المركزي. في الأخير اضطر البنك المركزي إلى التكيف مع هذه الظروف الأخيرة وعمل حلول، لكنها كانت حلول ضارة تشكلت في صرف المبالغ النقدية البنكنوت القديم الثالث بدلا من إحراقه، وهذا سيشكل عبئا وخطرا نسبيا على المواطن لأنه بدون غطاء مالي ونقدي، وبالتالي سيتمخض عنه نسبة من التضخم وارتفاع في الأسعار، بالإضافة إلى مديونية طبعا البنك المركزي للحكومة. طيب أستاذ عبد الله، كمتابع وصحفي اقتصادي أنت موجود ربما قريب من الحدث في صنعاء بالقرب من هذه المؤسسات المالية المحلية، وفق ما لديك من معلومات كم تبقى من الاحتياطي النقدي والسيولة أيضا؟ طبعا هذه المعلومات غائبة تماما عن جميع الناس وجميع المنظمات ما عدا القلة القليلة جدا، بحكم أنه يمنع تماما الإجابة بأي تصريح أو أي تقرير عن هذا الأمور المالية والنقدية الخاصة بالبنك المركزي بشكل خاص، وبالتالي من الصعب جدا التنبؤ بالمبالغ المتبقية. طيب استاذنك بالبقاء معنا، سأعود مرة أخرى إلى الدكتور سليمان. دكتور سليمان، هناك حديث أيضا عن مخاطر وتبعات ربما تكون كنتيجة للاستجابة لهكذا لهذا القرار، هل فعلا هناك مخاطر؟ نعم سيكون هناك مخاطر على المواطن اليمني، وخصوصا المواطنون المرتبطون بشكل مباشر بمرتبات الدولة اليمنية، مرتبطون بشكل مباشر ايضا بمنظمات تدعمهم عن طريق الدولة اليمنية او البنك المركزي، لكن لا نعرف ما هي الاحتياطات أو التدابير التي سيتخذها الإخوة في الحكومة الشرعية أو في التحالف من أجل المحافظة على عدم الاستمرار في هذه المخاطر أو عدم حصول هذه المخاطر في المستقبل. لا نعلم، كما قال زميلي المتحدث سابقا ليس هناك لدينا أي معلومات نستطيع على ضوئها قياس ما هي التداعيات الحقيقية بالأرقام، لكن بالتأكيد سيكون هناك تداعيات ومخاوف كبيرة جدا من أن الأموال التي كانت ترسل من صنعاء سواء إلى الطلبة في الخارج أو إلى أجور الموظفين في الداخل كيف سيكون وضعها إذا تم وقف التعامل مع البنك المركزي كما طلبت الحكومة الشرعية. هو طيب. الوقف يعني هم يريدون سحب البساط من تحت من تحت البنك المركزي في صنعاء نظرا للتصرفات السلبية التي تقوم بها سلطة الأمر الواقع في صنعاء من سحب بعض او من السحب من الاحتياطي وبعض التصرفات الغير مسؤولة، بالتالي لا ادري اذا كانوا سيحتاطون بتداعيات ذلك. نعم. طيب هل تعتقد أنه ستتم الاستجابة لطلب حكومة بن دغر أم سيتم الرفض؟ والله ما أعتقده أنا أنهم يسعون في في في
بشكل جدي جدا في أن يتم ولو لحد ما عمل استقلالية لخصوص المناطق المحررة. يجب أن يكون بشكل أو بآخر لها استقلالية في مسألة التعاملات المالية، لكن سيأخذ وقت طويلا، لن يتم بسرعة الاستجابة له لأنه تداعياته خطيرة جدا على المدى القصير. نعم. طيب شكرا جزيلا لك دكتور سليمان الناصر، كنت معنا من كوالالمبور، أشكرك وأذهب إلى الزميل الصحفي عبد الله التقي من صنعاء. فيما يخص موضوع الاستجابة لمطالبة حكومة بن دغر، هناك من لا يتفاعل بأنه ستحدث استجابة من قبل المؤسسة الدولية، لأنها هي من فرضت كما قيل موضوع الحياد الاقتصادي أو تحييد المؤسسات المالية المحلية. نعم، ما هو سؤالك؟ سؤالي عن موضوع الاستجابة من عدمه، هناك من لا يتفاءل بإمكانية الاستجابة لهكذا قرار، لأن المؤسسات المالية النقدية الدولية هي بالفعل من فرضت موضوع الحياد الاقتصادي على البنك المركزي وعلى يعني أموال الحكومة لمن سواء في الداخل أو الخارج والمؤسسات المتحكمة بها، فبالتالي أنه ربما قد لا تحدث استجابة، في حين مثلا الدكتور محمد حسين حلبوب رأى في بداية هذه الحلقة أنه ستتم الاستجابة لأن الوضع الاقتصادي فعلا منهار. نعم، في البداية أحب أن أعطيكم بعض المعطيات المهمة التي تغيب عن أذهان الكثيرين ممن لا يعرفون الاقتصاد أو لا يعرفون الكثير من العمق في هذه القضية. مذكرة رئيس الوزراء الأخيرة لصندوق النقد الدولي جاءت بشكل أساسي لإيقاف صرف أي مبالغ من الاحتياطي الأجنبي فقط، حتى أشعار آخر من رئيس الوزراء لم تتطرق المذكرة إلى أي شيء آخر يخص التعاملات الداخلية داخل اليمن من قبل البنك المركزي. هناك مشكلة في غياب الشفافية حول عدم معرفة المبلغ الحقيقي المتبقي من الاحتياطي حتى الآن كما قلنا، والمذكرة هذه استبقت بقليل بيع كميات النفط التي كانت محتجزة في ميناء الضبة والتي ستذهب لتعزيز رصيد الاحتياطي الأجنبي، ولو أن كميات مثل إجمالي الناتج النفطي الوطني لثلاثة أشهر. لكني أتوقع بشكل قليل أن يتم الاستجابة لطلب رئيس الوزراء بحكم أنها هذه المذكرة ستحمل صندوق النقد الدولي المسؤولية القانونية كاملة عن صرف أي مبلغ قد يمكن صرفه، وهم يعني ينتبهوا لهذه النقاط. وبالتالي أعتقد أيضا بأن رئيس الوزراء قد أجرى استشارته القانونية قبل أن يرسل هذه المذكرة. طيب عبد الله، في حال الاستجابة للطلب، هل ستكون حكومة بن دغر قادرة على وقف الانهيار القائم الاقتصادي؟ لن تكون قادرة على ذلك بكل أسف، وذلك بسبب الوضع السياسي والأمني في مدينة عدن. لذلك لو تلاحظ أن قضية نقل البنك المركزي إلى عدن يتطلب الكثير من الجهد والوقت وأكثر من كل ذلك الأمن. هناك الكثير من البنية التحتية التي يجب أن يتم إنشاؤها في عدن، وبالتالي فهذه القضية أو تحقيق هذه القضية على المدى القصير مستحيل نظرا لصعوبة تحقيق ذلك على المدى القصير. ولذلك نلاحظ أن رئيس الوزراء وعد بنقل البنك لكنه إلى حد الآن لم يصدر قرارا رسميا بذلك حتى الآن، كما لم يحدد أيضا في خطابه مع الحكومة اتجاه الإيرادات، هل ستذهب إلى عدن مثلا أم إلى كل محافظات في حد ذاتها، كما أيضا لم تشير مذكرة رئيس الوزراء الأخيرة إلى صندوق النقد في هذا الشأن. وبالتالي نلاحظ أنه هناك يعني المأزق يعاني منه بن دغر في هذا الخصوص، وبالتالي يجب أن يستمر الأمر وعمل معالجات معينة اقتصادية وقانونية بحيث أن يتم هذا النقل بشكل. طيب الواضح يا عبد الله، الواضح في المذكرة بن دغر لمؤسسة النقد الدولي أنهم طالبوا بتجميد حسابات البنك المركزي في الخارج، لا مطالبة حتى الآن بنقل البنك المركزي لعدن. بالضبط، وهذا ما قلته لك الآن. طيب ما الفرق بين الخطوتين؟ هي مثل ما قلت هي فقط حركة جزئية لتجميد الاحتياطات الخارجية
للبنك المركزي في الخارج اللي هي عبارة عن إيرادات الحكومة من الدخل النفطي فقط. طيب إذا كان الوضع الداخلي، طيب ما الذي يعنيه تجاوب المؤسسات الخارجية والبنوك التي يوجد فيها أرصدة للدولة اليمنية مع الانقلابين في صنعاء وإتاحة الفرصة لهم للتحكم بهذه الموارد المالية؟ ألا يعتبرهم المجتمع الدولي انقلابين؟ فبالتالي لماذا يستجيب معهم؟ وما ضرورة أن يرسل بن دغر وهو ممثل الحكومة الشرعية هكذا مذكرة يطالب بها بتجميد الحسابات؟ نعم، مثل ما قلت بن دغر هو استبق حكاية تصدير الكمية النفطية 3.5 مليون طن من النفط الخام إلى الخارج، لأن المقابل ذلك سيذهب إلى الحسابات الحكومية في البنك المركزي الأمريكي الفيدرالي، وبالتالي هو استبق أنه تذهب الأموال إلى هناك وترجع إلى صنعاء من أجل كما يقول أنه سيحصل لها سوء استخدام. ولكن في ذات الوقت سيتم يعني هذه المؤسسات الدولية يعني تهتم كثيرا أيضا لانعكاسات ذلك على حياة ومعيشة المواطن اليمني في كافة أنحاء الجمهورية في الوقت الذي لا يوجد فيه حكومة شرعية في كامل الجمهورية اليمنية تبسط نفوذها على كامل الجمهورية اليمنية، وبالتالي ستكون عاجزة في دعم استيراد المواد الأساسية والوقود الهام جدا في حياة المجتمع في كافة المحافظات اليمنية. سؤال أخير عبد الإله، أعتقد أن هذا نعم. سؤال أخير، ألا ترى وجود شبهة أو أي بعد لهذا القرار؟ هناك من يضعه الآن ضمن الأدوات المستخدمة في الحرب؟ نعم. كضغوط يعني تمارس على الانقلابين في صنعاء. نعم، هو هذه المسألة تأخذ منحى سياسي حاد جدا، لكنه للأسف كلا الطرفين يعني القضية أراها أنها معقدة جدا ومحرجة للطرفين السياسيين بسبب البيئة السياسية والأمنية التي تسود مناطق سيطرتهما وحدوث انتهاكات لمسؤولياتهما في مناطقهما ولو بمستويات متفاوتة. الصحفي الاقتصادي عبد الله تقي، أشكرك شكرا جزيلا لك عبد الله تقي صحفي اقتصادي كنت معنا من صنعاء، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة الدكتور محمد حسين حلبوب عضو الهيئة الاقتصادية العليا كان معنا من الرياض، وأيضا شكري للأستاذ الاقتصاد دكتور سليمان الناصر من كوالالمبور. وصلنا لنهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث، في أمان الله.